صباح الخير ليا. صباح الخير نيرمين، ونهارك سعيد، وصباح الخير لكل مشاهدينا وين ما كنتوا عم تتابعونا. ان شاء الله يا رب كل شيء بتتمنوه وكل شيء ناطرينه يتحقق بهذا اليوم وايامنا الجايه تكون احلى واروى واحسن يا رب. اكيد رح نروح جولتنا الصباحيه، بس بدي ارجع سلم على نيرمين. سعد صباح، يسعد لي صباحك يا لو يا ليا، وصباح الخير لكل مشاهدي الاخباريه السوريه. يوم جديد ونهار جديد، ان شاء الله يا رب يكون مكلل بالخير وراحه البال والرزق لكل الناس، ويا رب ان شاء الله تكون كل امورنا ميسره لليوم. فقراتنا لليوم وضيوفنا من مجالات مختلفه رح نبلش نتعرف عليهم تباعا، ولكن خلونا نروح لفاصل وبنرجع. مع تغيير الفصول اكيد ما في احلى من قعداتنا تكون هيك عم نشرب فيها شيء سخن واطيب من النعناع. ما في، خلينا نروح ونتعرف على فوائد النعناع ونرجع. تستخدم النباتات الخضراء في الطب البديل بكثرة، ومنها النعناع صاحب الفوائد الصحية الكبيرة، منها معالجة المشاكل الهضمية، حيث أثبتت الدراسات أن النعناع يعمل على زيادة إفراز ونشاط الغدد اللعابية والأنظمات الهاضمة، مما يساعد الجهاز الهضمي في عملية الهضم، ويساعد في علاج حالات عسر الهضم، إضافة إلى دوره في علاج مشاكل القولون العصبي وتهدئة المغص وتقلصات المعدة. وللنعناع أثره الإيجابي على صحة الجهاز التنفسي، حيث تساعد أوراق النعناع على تخفيف الاحتقان في الأنف والحنجرة والقصبات الهوائية والرئتين، وتسريع عملية الشفاء خاصة في نزلات البرد والإنفلونزا. وله خصائص علاجية تساعد على تخفيف أعراض الربو، فالنعناع له رائحة قوية جدا تساعد على فتح الممرات الهوائية وتعمل على إراحة النفس، ولهذا يدخل ضمن صناعة أجهزة الاستنشاق. ومن فوائد النعناع رائحته التي تساعد على استرخاء الجسم وتهدئة العقل وتخليصه من الإجهاد وتشجيع إفرازه لما يعرف بهرمون السعادة، وبهذا يمكنه علاج الاكتئاب والتعب وإبعاد القلق والتوتر. وتحتوي أوراق النعناع على كمية جيدة من معدن البوتاسيوم، والذي يساعد على استرخاء الأوعية الدموية والمحافظة على توازن السوائل في الجسم، وبالتالي خفض ضغط الدم وتنظيم معدل النبض. إدخال النعناع في الغذاء اليومي يساعد على تقوية وتحسين جهاز المناعة، وذلك لاحتواء أوراقه على فيتامين واو ودال وسي، إضافة للفوسفور والكالسيوم. وأبرز الأحداث اللي صارت بتاريخ اليوم 29 أيلول، خلونا نتابع. اليوم 29 أيلول، كثير من الأحداث مرت بتاريخ هذا اليوم. قراءة سريعة لذاكرة اليوم. بعام 1908 المؤتمر الدولي لحماية العمل والمنعقد بمدينة لوسران بسويسرا يقرر منع العمل الليلي بالنسبة للأطفال تحت عمر 14 عام. وبعام 1918 استسلام بلغاريا لقوات التحالف خلال الحرب العالمية الأولى. وبعام 1988 إقلاع المكوك الفضائي ديسكوفري من قاعدة بفلوريدا محملة بخمس رواد فضاء بمهمة دامت 4 أيام. وبعام 2015 وكالة ناسا الأمريكية تؤكد وجود سائل الحياة أي الماء تحت السطح المتجمد لكوكب المريخ. ومن الوجوه اللي أبصرت النور بمثل هذا اليوم، من عام 1901 فيرمي عالم فيزياء أمريكي من أصل إيطالي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء بعام 1938. بعام 1943 ليخ فاونسا رئيس بولندا وحاصل على جائزة نوبل للسلام بعام 1983. ومن الوجوه اللي غيب الموت عن عالمنا بمثل هذا اليوم، من عام 1927 فيلم
طبيب هولندي حاصل على جائزة نوبل في الطب في عام 1924. وبعام 2010 جورج شارباك عالم فيزياء فرنسي بولندي حاصل على جائزة نوبل بالفيزياء بعام 1992. خلينا أكيد مكفيين بصباحنا وننتقل لفقرة هل تعلم؟ هل تعلم أن القلق وحده قد يضرك جسدياً ونفسياً بشكل أكثر عمق من الشيء الذي أنت قلق تجاهه؟ وأكد خبراء علم النفس على ضرورة تجنب القلق وعدم المبالغة فيه مهما كان الأمر. وأيضاً هل تعلم أنه بحسب علم النفس فإن الخيارات والقرارات الأولى التي يتخذها الإنسان في حياته هي دائماً صائبة ولا يجب التخلي عنها حتى لو ظهرت أنها غير معقولة، لأن نتائجها تظهر غالباً على المدى البعيد؟ وهل تعلم أن العلاقات بين الناس أصبحت أصعب وأكثر ألماً مما كانت عليه سابقاً؟ لأن المحادثات تحولت إلى رسائل نصية، ونقاشات تحولت إلى حالات ومنشورات وهمية على مواقع التواصل، وهذا الأمر يعد من سلبيات التطور التقني. أخيراً هل تعلم أنه كلما زاد الجهد المبذول للحصول على شيء ما زادت المتعة النفسية عند الحصول عليه في النهاية؟ فإن النتيجة الإيجابية التي تأتيك بعد مشقة وتعب وجهد متواصل ستصاحبها سعادة أعلى دائماً في حياتك. وبأولى مساحاتنا الصباحية إلى اليوم رح نكون ضمن الفقرة الطبية ونحكي عن مرض كتير شائع عند الأطفال وهو مرض السكري. عم نلاحظ ارتفاع نسبة الأطفال اللي عم ينصابوا بهذا المرض، ورح نطرح مجموعة من الاستفسارات على ضيفنا لليوم. شو هي الأعراض يلي عم تكون، وهل ممكن الأطفال الرضع ينصابوا بمرض السكري؟ لنحكي أكثر عن هذا الموضوع بيسعدنا نرحب بالدكتور أسد إبراهيم، هو اختصاصي في الغدد السم والسكري عند الأطفال. يسعد صباحك. صباح الخير. أهلا وسهلا فيك دكتور. صباح الخير دكتور. بالبداية خلينا هيك نحكي ونتعرف، شو يعني مرض السكري عند الأطفال؟ بأي عمر فينا نقول إنه هن عندهم سكري ولا ما عندهم؟ هل هو بيخلق معهم أو بيجي بعدين؟ هلا داء السكري بشكل عام هو نوعين، داء السكري نمط واحد اللي نسميه الشبابي أو المناع الذاتي، وداء السكري نمط اثنين. لما بنحكي عن الداء السكري عند الاطفال بنكون عم نحكي عن النمط واحد اللي هو اكثر شيوعا عند الاطفال. طبعا داء السكري لا ما بيخلق مع الطفل، هو اكثر الامراض الاستقلابيه المزمنه شيوعا عند الاطفال، ممكن يحدث باي عمر من الولاده حتى عمر 18 سنه. الاليه فيه هي تخريب مناعي ذاتي، اي الجسم نفسه بيخرب الخلايا المفرزه للانسولين نتيجه عوامل متعدده. في شيء له علاقة بالاستعداد الجيني، طبعا هو مرض غير وراثي، هي منأكد عليها نحن، لا يورث من الآباء للأبناء، إنما في استعداد عائلي، يعني في عائلات أنماط أنسجتها معرضة أكثر للإصابة بالداء السكري. هذا الاستعداد العائلي أيضا لا يكفي لوحده، بده يكون في عوامل بيئية مرافقة. فهو مرض نمطين هذا نحن عم نحكي عن النمط الأول، النمط الأول مناعي ذاتي، النمط الثاني هو نمط مختلف تماما، هو مقاومة على الأنسولين وعادة بعد عمر 40 سنة. النمط الثاني وراثي، معظم العائلات بيكون في عامل وراثي واضح. هلا النمط الثاني قد يصيب الأطفال بأعمار غالبا بسن البلوغ، ممكن بعد 12 سنة، إذا ترافق مع عوامل الخطورة المعروفة اللي هي القصة العائلية مع البداني. يعني النمط الثاني مرتبط مع البداني، بينما النمط الاول انهم كيانين، يعني نفس الاسم داء سكري انما الاليه مختلفه والعلاج مختلف بشكل عام. طيب دكتور خلينا نحكي معناتها عن الاعراض يلي بتكون وكيف بيتم اكتشاف مرض السكري عند الاطفال. تمام. هلا مرض السكري غالبا الطفل بيراجع بقصه بوال، انه عم يبول كثير، سهاف، عم يشرب مي كثير، مع نحول، عم ينحف رغم انه شهيته جيده. هاي الأعراض إذا ما انتبهنا إلى في البداية ممكن تستمر عادة أسبوع إلى 3 شهور. خلال هاي الفترة بيصير الطفل يتعب لأنه عم يفقد الحريرات، يعني ما في وارد غذائي، الوارد الغذائي اللي عنده عم يضيع بالبول على شكل جلوكوز.
فبتظهر عندنا التعب، بصير عندنا تراجع بالأداء المدرسي، بصير عندنا أحيانا عدم مقاومة للإنتانات، ممكن تصير إصابات جلدية بالفطريات. معظم الحالات يتم تشخيص المرض قبل الوصول لهذه المرحلة. إذا ما تدخلنا نهائيا وما اكتشفنا المرض، يدخل الطفل بحالة نحن نسميها الحماض الخلوني السكري، هي حالة تستدعي الاستشفاء. فالأعراض الرئيسية الثلاثة نحن مركز عليها دائما: البوال والسهاف والنحول. نعم دكتور، يعني دائما العلاج هو دوائي لمرض السكري وهو طويل الأمد. تمام. وممكن الشفاء ولكن يعني نادرا هذا الشيء حتى يحصل، هو مدى الحياة. تمام. خلينا بس نحكي عن العلاج الدوائي ويعني وعن المراقبة من قبل الأطباء ومن قبل الأهل. يمكن أحيانا بصير في تلاعب بالسكر، ارتفاع ونزول. تمام. للأطفال بيأثر هذا الشيء أكيد على صحتهم أكثر. طبعا ده السكري مثل ما حكينا هو مرض مزمن، أي مرافق للشخص، وبالتالي لما منشخص هذا المرض صار مرافق لنا على طول مدى الحياة. الآلية فيه مثل ما حكينا نقص الأنسولين، وبالتالي العلاج هو تعويض الأنسولين. حتى الآن كل دول العالم العلاج الوحيد المطبق للداء السكري هو الأنسولين، والطريقة الوحيدة لإعطاء الأنسولين هي تحت الجلد، يعني علاج دوائي والأنسولين تحت الجلد. طبعا تتوفر أشكال مختلفة للأنسولين وعم تتطور تقنيات الحقن، يعني بدأنا بالأنسولين البطيء السريع، صار في عنا الأنسولين كمان المختلط، هلا صار في عنا حتى مضخات هي بتعطي الانسولين، وفي اجيال من المضخات هي بتعاير وبتعطي انسولين. فنحن بنفهم الاهل انه في عنا ثلاث امور لازم نركز عليها: العلاج الدوائي اللي هو حصرا انسولين. دائما الاهل بيسالوا ما بيمشي حال منظم سكر؟ لا، النمط اول هو علاجه بالانسولين، نوع من التثقيف الغذائي، توازن الوجبات ومواعيد الوجبات، لانه نحن عم نعطي انسولين حتى يغطي لنا ال 24 ساعه، والنشاط الفيزيائي. هذول الأمور الثلاثة لازم ننظمهم مع المراقبة اليومية لسكر الدم حتى نضبط الجرعة. ما في جرعة مطلقة أنه كل طفل حيحتاج مثل الثاني، نحن بنحاول ندخل نظام علاجي مناسب للعائلة، نشوف كيف دوام العائلة، مين بده يعطي أنسولين، أي ساعة لازم ناخد الصبح، أي ساعة لازم ناخد الظهر والمساء، مين بده يعمل يعني يعطي الحقن ومين بده يراقب. مع المراقبة بنعدل الجرعات بشكل عام بشكل دوري. الهدف هو تجنب نوب نقص سكر الدم وتجنب الدخول بحماض خلوني سكري، هذا الهدف على المدى القصير. الهدف على المدى البعيد منع الاختلاطات اللي بتتعلق بالكلية وبالعين. دكتور خلينا نحكي الأطفال الرضع ممكن يصابوا بمرض السكري. أنت وقت سألناك على الأطفال يمكن اللي بيروحوا على المدرسة اللي هنن واعيين بيقدروا بيحكوا شو الأعراض اللي بتصير عندهم، فالرضع ممكن يصابوا بمرض السكري؟ تمام، ده السكري نمط واحد يمكن أن يصيب أي عمر منذ الولادة حتى 18 سنة. في حالات عنا نسميها داء سكري وليدي، يعني بعمر 3 أيام بصير معه داء سكري. هاي تختلف الآلية بس هو نفس المبدأ، فرط سكر الدم مع الحاجة للعلاج بأنسولين. بالتالي ممكن يظهر بعمر شهر شهرين، بمرحلة الرضاعة حتى عمر سنة، بأي عمر يمكن أن يظهر. هون اكتشافه تحاليل معناتها؟ هون معظم الحالات لا غالبا، طبعا هو التشخيص الأكيد للسكري بمعاير سكر الدم، صباحا على الريق لازم يكون أكثر من 126 ملغ على ديسيلتر، أو عشوائي أكثر من 200 ملغ على ديسيلتر حتى هي نقول إنه هذا داء سكري. الرضع ممكن ما ينتبهوا للأعراض الأهل، بس غالبا بيصاحبوا نوع من خلينا نقول بكاء غير مفسر، والطفل ما عم يزيد وزنه، ممكن يلاحظوا انه كميه البول بالحفوضه كثير كبيره، ف او انه عندهم حدا مصاب بالسكري بينتبهوا للاعراض وبيعايروا السكر، ممكن ندخل بحماض خلوني سكري. نعم دكتور، يعني عند الكبار كل يعني فيهم يضبطوا حالهم من ناحيه الاكل، من ناحيه اذا حسوا بارتفاع او نزول او اي اضطراب بالسكر، ممكن يعملوا رياضه، ممكن يمشوا لحتى ينزلوا السكر بالدم، ولكن عند الاطفال يعني هن اصلا حالتهم النفسيه بتكون يعني متعبه، تعبانين، تعبين اهاليهم انه نحن عم ناخذ دواء، نحن عندنا سكري، نحن ليش غير رفقاتنا؟ تمام. اليوم كيف هيك يعني بنخلي الاهل انه هن شوي هيك يريحون لاولادهم؟ نحن كاطباء كيف فينا نفهمهم لاطفال مرضى السكري انه معلش نحن بدنا نتاقلم، نتاقلم حتى لو كانوا بعمر صغير؟ هلا معظم حالات الفريق اللي بيشتغل مع الطفل المصاب بالسكري
في حتى أخصائي نفسي، يعني في نحن بنشتغل كطبيب غدد صم عند الأطفال، في عندنا أخصائي نفسي واجتماعي. العائلة والطفل بحاجة إلى دعم. معظم الحالات الطفل عم يتقبل هذا الموضوع، ممكن طبعا عند التشخيص كمرض مزمن بيصير في عنا يعني نوع من الصدمة النفسية، الإنكار إنه هذا المرض صار فيه تعقيد بالحياة. معظم الأهالي بمساعدة الطبيب والدعم النفسي بيتجاوزوا هذا الموضوع. الأطفال طبعا حسب عمر الطفل نحن نلجأ لأحيانا وسائل إيضاحية، نشرح له بشكل مبسط. الطفل ما كتير بيقدر المخاطر البعيدة، يعني أنا ما بستفيد إذا قلت له إذا ما أخذت أنسولين رح تنضرب الكلية، لا، لازم نوصل المعلومة بطريقة مناسبة لتطور الطفل. ضمن أحيانا مجموعات عمل بيكون فيها أهالي لأطفال مصابين بالسكر، الأطفال بيحكوا تجاربهم لبعضهم مع الشرح، معظم الأطفال بيتعاونوا بهذا الموضوع. أحيانا بصير عندنا مشاكل بفترة اليافع عين أو فترة المراهقة، بصير في نوع من الملل أحيانا، الطفل إنه صار له فترة عم يأخذ أنسولين، بصير في نوع من إنه إذا ما أخذت أنسولين شو بيصير، أو إنه إذا أخذت حقنة زائدة ونزل سكري شو بيصير. طبعا كلها التعامل مع الأهل مع الطفل بشرح مبسط وبالاستفادة من تجارب العائلات، بأحيانا بيجتمعوا مع بعض. بأي عبر فينا نأمن له للولد أنه هو يصير يأخذ أنسولين لحاله، هو يعتمد طبعا على حاله، يعني بعد فترة قديش؟ نحن معظم الحالات الأطفال بعد سن المدرسة بحدود العشر سنوات قادرين من علومنا أول شيء على أنه المراقب يعاير سكر الدم، هو بعد العشر سنين معظمهم قادر أنه يأخذ حقنة الأنسولين بشكل مفرد هو. دكتور خلينا نحكي، طيب نرجع نأكد على المعدل الطبيعي للسكر عند الأطفال قديش لازم يكون، وكمان يعني نرجع نركز على معلومة، إذا نحن ما عم نحكي أنه ما مرض وراثي ولكن هو ممكن الاستعداد الجيني يخلي الطفل ينصاب في سلوك الحياة اليوم أو الغذاء، قديش عم يلعب دور اليوم بإصابة الأطفال بهذا المرض؟ هلا قيم السكر الطبيعية نحن على الريق يعني بعد صيام حوالي 8 ساعات تتراوح بين تقريبا 80 إلى 120. تعريف السكري عندما يكون سكر الدم على الريق أكثر من 126 ملغ على الديسلتر. قيمة عشوائية مهما كانت الوجبة يجب ألا تتجاوز ال 200 ملغ على الديسلتر. فهي تعريف الداء السكري، القيم اللي بين 110 لل 126 نسميها خلل تحمل السكر. نفس الشيء بين ال 140 لل 200 هي خلل تحمل سكر، بس لا تدخل ضمن تعريف الداء السكري. داء السكري نمط واحد بشكل عام، تعديل سلوك الحياة لا يفيد في الوقاية، لأنه هو مرض مثل ما حكينا في استعداد جيني وفي مناعة ذاتي، في تخريب للخلايا. النمط الثاني داء السكري نمط الكهلي اللي ممكن يصيب الأطفال طبعا بعمر 12 فما فوق، هذا نمط الحياة يلعب دور حاسم، يعني تجنب البداني، تجنب عوامل الخطورة، نظام النشاط الفيزيائي، طبعا لازم يكون في نشاط فيزيائي، ممكن بالبيئة العصرية حاليا النشاط الفيزيائي قليل، اعتماد على الموبايلات، انه نمط الوجبات السريعة اللي فيها حريرات كثير عم يساهم بزيادة البداني، وبالتالي عم يزيد التعرض لخطر الإصابة بداء السكري نمط 2. نعم دكتور، طب عند الأطفال كيف فينا نحن نضبط الطعام والحلويات والشيبسات وحتى الفواكه، يعني في كثير فواكه موسمية هي ممنوعة عند مرضى السكري، كيف فينا نحن نضبط لهم اياها وتحلاية اي شيء شاي الشيء اللي بحبوه هن، كيف فينا نحليه نحن؟ هل العسل مسموح؟ هل في قصص نحن ممكن نخطئ بانه استخدامها لاطفالنا؟ طبعا هلا بالنسبه للنظام الغذائي للمريض او الطفل المصاب بالسكري هو نظام غذائي صحي للجميع. هلا في عده نقاط ولازم الجميع يستخدموا بالعائله، يعني انا الأطفال. طبعا دائما بننصح انه مثلا اذا في طفل معه سكري وطفل ما معه سكري ما بصير ميز هاد انه هاد مسموح كل شيء وهون لا، نحن دائما بده يصير في نقاش لاحترام خلينا نقول الهرم الغذائي للطفل المصاب بالداء السكري. الطفل المصاب بالداء السكري ما هو ممنوع من كل شيء، نحن المشكله عندنا انه عم نعطي انسولين بمواعيد خلينا نقول ثابته، وبالتالي النقطة الأهم هي مواعيد الوجبات أكثر من نوع الوجبات. يعني موعد الوجبة لازم يكون مع عمل الأنسولين. أكثر شيء بيزعج الطفل إنه هو ما في ياكل إمتى ما بده، يعني مو إنه كل ربع ساعة اشتهى شيء في ياكله أو كل نص ساعة، لأنه لا بده يصير فيه تفاوت بقيم سكر الدم. بينما إذا احترمنا نظام الوجبات فطور غدا عشاء بيناتهم وجبتين خفيفات، هذا الشيء بيحقق توازن بمستوى سكر الدم.
هلا بكل وجبه الطفل بحق له حصه من الكربوهيدرات يعني السكريات، حصه من البروتينات والدسم والالياف، فنحن ما بنمنعه بشكل عام من شيء. بس في عندنا مثلا الكربوهيدرات، بنشجع الكربوهيدرات البطيئه الامتصاص مش سريعه، يعني سكر، عسل، فواكه، هي رح تمتص بسرعه وبالتالي بتعمل تموج سريع بقيمه سكر الدم، بينما الخبز او النشويات هي سكريات بطيئه تمتص على فتره طويله وبالتالي تتلائم مع النظام الغذائي، فنحن نوعيه السكريات بتلعب دور. نفس الشيء بالنسبه للدسم، بنشجع الدسم النباتيه وانه يتناول كميه كبيره من الالياف. الطفل السكري ما هو ممنوع من الفواكه، انما له حصه، هذه الحصه تحسب بناء على جرعه الانسولين اللي بده يعطيها اياها. هلا في دائما نحن ما لازم نكون صارمين جدا مع الطفل، يعني بقول لك بدي مثلا في حفله عيد ميلاد وبده ياكل جاتو، الافضل انه نلاقي له حل لهذا الموضوع، انه نعدل الجرعه ونعطيه جرعه انسولين سريع حتى ما يحس حاله مختلف وحتى يتعاون معنا، لانه اذا ما حققنا له هذا الشيء بصير يهرب بالمدرسه او ياخذ من رفقاته. فلازم يكون في نظام غذائي محكم، في اريحيه بدون تعقيد، والهدف طبعا هو الضبط، والضبط يقاس بمشعر نحن نسميه سكري التراكمي كل 3 شهور. كان دكتور من هون الصعوبة بتجي هاي الفترة، قديش الطفل لما يروح مثلا على المدرسة أو الحضانة بيحب ياخذ معه هاي نسميها الأكلات الطيبة، فيمكن هون تجي الصعوبة. طيب لما نحكي عن موضوع العلاج، وحضرتك ركزت إنه العلاج الدوائي هو الأساس كونه مرض مزمن، خلينا نحكي عن بعض الأخطاء الشائعة اليوم أنت بتشوفها من متابعة بعض الحالات، أخطاء يمكن عم تكون بالتشخيص أو بالعلاج أو حتى من الأهالي. تمام. هلا بالنسبه لموضوع التشخيص، نادرا يكون في اخطاء، احيانا في تاخر بالتشخيص، يعني الطفل بيكون عم يبول كثير ويشرب كثير وينحف، بصير في انكار للموضوع فبيتاخر التشخيص وممكن يدخل الطفل بحاله حماض خلون السكري تستدعي العلاج بالمشفى. بالنسبه للاخطاء انه مثلا العسل ما بيرفع السكر او التمر ما بيرفع السكر، كلها فيها تتحول في النهايه الى الجلوكوز، معظم الاكل اللي نحن اللي بناكله سواء بروتينات او كربوهيدرات تتحول الى بالنهايه الى جلوكوز. فنظام غذائي متوازن مع احترام مواعيد الوجبات بشكل رئيسي، وايجاد حل نتعاون مع الطفل، موضوع مثلا المدرسه لازم يكون في عندنا حدا نتواصل معه اذا صار عنده الطفل نقص سكر، يمكن يكون مثلا بالشعبي وفعلا شعر باعراض نقص السكر، فلازم يكون الانسه بتعرف انه تسمح له مثلا ياكل بوقتها. فهي الامور كلها بدها تنسيق على مستوى الطبيب العائلي والمدرسي اكيد. نعم دكتور، بالختام الاطفال يلي عندهم داء السكري والاطفال الاسوياء، نصائح للاهل، نصائح للاطفال، كيف نحن نربي اولادنا لحتى ايضا ما يصير عندهم لا سكري شبابي ولا سكري شيخوخه ولا اي نوع من السكري، لانه عن جد الله يبعد هالمرض عن كل الناس. تمام. من اصعب الامراض يلي بتاثر على النفسيه وعلى الجسد ايضا. تماما. هلا بشكل عام نحن لازم الطفل منذ البدايه نشجع على نظام غذائي صحي، نظام غذائي الصحي الذي يحترم الهرم الغذائي، الابتعاد عن الوجبات السريعة اللي فيها محتوى عالي من الكربوهيدرات، التمارين المنتظمة، يعني يكون في حركة مشي يوميا منتظم، هذا كله بيساهم بالوزن الطبيعي وبيساهم أيضا بإبعاد خطر الداء السكري نمط 2 وفرط شحوم الدم والتوتر الشرياني. هذا الشيء طبعا ما فينا نحن نفرضه على الأطفال إذا ما كنا نحن عم نطبقه، فموضوع الوجبات الغذائية تكون على الطاولة مثلا، ما يكون في وجبات بشكل متكرر، ما يكون في استهلاك زائد للسعرات الحرارية العالية. فالنظام الغذائي الصحي مع الحركة بشكل عام، وطبعا الانتباه للأعراض، الأعراض إذا ظهرت لازم فورا نراجع حتى نتجنب موضوع الاستشفاء بحماض خلون السكري أكيد. وهون لازم الاهل قديش يكونوا واعيين لهذا الموضوع. صح نحن عم نحكي عن مرض سكري، ويمكن يتفاجئوا انه ولد صغير يعني بمرحله كثير بكير انه هو ينصاب بهذا المرض، ولكن اكيد بالمتابعه وبالتعليمات الارشاديه اللي ممكن يتبعوها ممكن يتجاوزوا كثير مخاطر. في افاق جديده كمان، في امال جديده بالعلاج، هلا كثير بينحكى عن زرع الخلايا الجذعيه على الاجيال الحديثه من المضخات اللي بتصير تعاير وتعطي. نحن طبعا اكثر شيء بيزعج مريض السكري هو الحقن المتكرر، ففي حلول وعم تتطور الامور ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا كثير لك دكتور على المعلومات. شكرا كثير لك دكتور.
الفقرة التعليمية بصباحنا، لازم كل صباح نحن نضوي عليها، نضوي على المراحل التعليمية وكيف عم تتطور وكيف نحن عم نواكب تعليم أطفالنا. فأكيد المراحل التعليمية الأولى هي البداية الحقيقية لعملية التنمية من الناحية الفكرية أكيد، وإكساب الطلاب المهارات والمعارف المتعددة. اليوم رح نحكي عن تأسيس المرحلة، شو هي مرحلة الحضانة، شو هي مرحلة الروضة، مراحل الابتدائية، كيف فينا نحن نواكب طلابنا، نواكب أبنائنا بالتطورات بالتكنولوجيا وإدخالها بالعلم ومواكبتها بالمدارس حتى لو الظروف صعبة، نحن كيف عم نتطور مع أبنائنا وكيف عم نطور الكوادر الدراسية، المدرسين، كيف كوادرنا عم نطورها لحتى تتلائم مع جيل جديد. رح نحكي أكثر من هذا الشيء مع الأستاذ سليمان اليونس، مدير التربية في دمشق. صباح الخير أستاذ. أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. أستاذ هيك خلينا بالبداية، يعني في هيك مصطلحات نرددها، هي الحضانة، رياض الأطفال، والروضة، تربويا شو بيفرقوا عن بعض؟ هلا هي مرحلة الحضانة هي مرحلة بتكون من بداية ولادة الطفل حتى عمر 3 سنوات، تعتبر هي مرحلة الحضانة. طبعا في دور الحضانة تتبع لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، تتبع احيانا لبعض المديريات او الوزارات، لامهات الموظفات احيانا من اول العاملات بحطوا ابنائهم للرعايه. صحيح. هي تنتهي مع حاله الرعايه والمتابعه الصحيه لتلك المرحله. مرحله رياض الاطفال هي مراحل متعدده تختلف جذريا عن مرحله الحضانه، لها مناهج دراسيه معينه، لها طريقه تدريس، لها طريقه تعلم، لها طريقة تفكير تتناسب مع هذا السن، طبعا متدرجة من عمر 3 سنوات ووصولا إلى 5 سنوات. نعم أستاذ، خلينا نحكي هيك ونركز بنقطة، ما في أكثر من الجاردريات بالبلد، من الحضانات بالبلد الخاصة، خلينا هيك نروح شوي ونحكي عنها، يعني وين ما رحت في موجود بأسماء كثيرة، أسماء ويمكن بمبالغ صارت خيالية عم تكون عبء كثير كبير عند الأهل. اليوم شو هي الشروط يلي لازم الأهل ينتبهوا لها بدور الحضانة حصرا لحتى نحمي أطفالنا، إن كان من ناحية اللعب، إن كان من ناحية الغذاء، إن كان من ناحية الأعداد يلي عم تكون ضمن المكان، إن كان من الكوادر التدريسية، كيف نحن لازم هيك ناخذ بعين الاعتبار لحتى نختار مكان صحيح بلائم تربية أطفالنا؟ هلا بالنسبة سؤال واسع. أوكي. بالنسبة لفكرة رياض أطفال، سواء كانت روضات خاصة أو روضات تابعة لوزارة التربية أو روضات تابعة لنقابة المعلمين، هلا كلها تصب في فكرة واحدة وهي استقبال الأطفال ما دون 5 سنوات، طبعا ضمن مناهج محددة محددتها وزارة التربية، تشرف عليها مديريات التربية التعليم الخاص بمديريات مختلفة. هلا بالنسبة لعملية الرائز عند الأهل، هلا تختلف من فكرة الأهل، هي فكرة مجتمعية. هلا أحيانا بنشوف بعض الأهل بهمهم ما بين قوسين نسميها نحن البرستيج، يعني أنا بهمني إنه أنا أحط ابني بهذه المدرسة ذات الاسم المعين، ذات الماركة المعينة. أحيانا بنحول اسم المدرسة من اسم عربي لاسم أجنبي حتى تعطيني نوع من يعني البهرجة المعينة. طبعا هذا بخص الأهل. تمام، وهذا أحد الروائز اللي بيعتمدوا عليه الأهل، وطبعا هن حرين بعد الموضوع. وفي عندنا نحن بعض الرائز الثاني، أحيانا الخلاف بيكون ما بين أسعار. أحيانا بنشوف إحنا حالة التفاخر كمان موجودة عند بعض الأمهات، وهذا عبء أحيانا على الزوج. تمام، حتى أنا يعني افتخر أني أنا حطيت المبلغ الفلاني في هاي بهاي الروضة. هلا أحيانا هذو بيكونوا غالبا نوع من الرفاهية ليس لها معنى. نرجع نحن للمفهوم الروضة. الروضة هو بحد ذاته في منهاج محدد، المدرسين مختصين بالعمل والتعامل مع الأطفال. غالبا رياض الأطفال لا تتعامل مع، يعني أنا ما عم بعطيه مادة درسية للطالب، أنا عم بعطيه، وهون اسمه طفل وليس اسمه طالب يعني، فهون احنا ما عم نعطيه مادة درسية. احنا أحيانا بنشوف بعض الروضات
انه انا بدي اعلم الولد مثلا القران الكريم او بدي احفظه مثلا مجموعه كبيره من الاحاديث او مجموعه كبيره من القصائد، انا هون عم تلاقي حاله ارهاق. هلا الولد كطريقه تفكير وكحاله دماغيه عند الولد طبعا قادر انه يحفظ الكثير من ساعته، يعني عنده طاقه هائله، ولكن احنا هون وضعنا الطالب حاله ارهاق. في عنا نحن برنامج معين، الطفل لازم اكبر قدر ممكن يلعب، يتعلم عن طريق اللعب، يتعلم عن طريق طبعا بيحفظ اغاني، بيحفظ قصائد، نبحث عن الميول الموجوده عند الطفل مثلا مثل الموسيقى، مثل الرياضه، مثل الرسم، تمام؟ ونحاول نحن ننميها. طيب خلينا نحكي استاذ عن رياض الاطفال اللي تم الحاقه بالمدارس، فينا نقول عم نحكي عن اهميه هي الخطوه، المعايير اللي موجوده ب هي الصفوف يلي عم تكون، من الاشخاص اللي بيقدروا بيحطوا اولادهم برياض الاطفال، وخصوصا اذا احنا عم نحكي هون عن مدارس حكوميه. هلا بالنسبه نحن بمديريه التربيه دمشق، طبعا نحن هون في عندنا رياض مستقله موجوده اما مع المدارس واما مستقله لحالها، طبعا لها برنامج محدد. وفي عندنا نحن برنامج استعدوا اللي هو للاطفال اللي عمر 5 سنوات، يعني قبيل دخولهم الى المرحله الحلقه الاولى، كمان هنا ضمن برنامج محدد. هذا اللي كنا نقول اول مستمع. نعم، هذا اللي كنا نقول اول مستمع، يا دوب كنا نسميه مستمع. مستمع بالضبط. صح. كنا نسميه مستمع اللي هو برنامج استعدوا. يعني هي الفكره انه انا سانطلق الى المرحله الحلقه الاولى، طبعا في منهاج محدد اللي هي اللغة العربية واللغة الإنجليزية وبعض النشاطات اللي لها علاقة بالحياة العملية. نعم أستاذة، يعني اليوم عم يفوت الطفل على الحضانة أو على الروضة خطير من وراء يعني النت، مواقع التواصل الاجتماعي أو يوتيوب أو يعني أي شيء تكنولوجيا، خلينا نقول هي التطورات هل هي يعني ممكن تكون موجودة بروضاتنا؟ ممكن نواكب في لغة إنجليزية قوية عم تكون عند الأطفال عم يفوتوا؟ يمكن يعني خلينا هيك نحكي عن التطورات، عن التكنولوجيا، هل بالحضانات عم يكون في هذا التطور؟ قصدك الروضات؟ الروضات والحضانات. الحضانة هي مرحلة. أنا حتى بسؤالي الأول كنت عم مركز شوي على الحضانة. هي ما دون الثلاث سنوات. هي ما دون الثلاث سنوات. هون يعني ما هو عم يتعلم بعض الحركات الحياتية. السنة بيصير. هلا هون كثير أحيانا بصير عندنا خلط بهذا الموضوع، موضوع كبير. هي فكرة أحيانا تشويش الطفل بأعمار ما دون السنتين ببعض الكلمات اللي قد تكون هي ليست في مكانها، يعني انا مثلا ما دام قال له 5 قال له 5، تمام؟ هلا الولد اول شيء بيتعلم لغته الام، تمام؟ بعدين بننطلق معه، فبتلاقي الطفل احيانا دخل بحاله خليط، يعني لسه هو لغته الام ما تعلمها، تمام؟ فنحن بنخلط ما بين الامور، هي ترجع للاهل احيانا، وبينبسط الاب لما بشوف انه ابنه عم يقول 5 بدل ما يقول 5، حلوه هي بس يعني غير مفيده بالنسبه لها الطفل. مرحلة رياض الأطفال هي طبعا التكنولوجيا هي صارت فيها جزء. يعني أنا لما بكون بفكر قبل 20 سنة أو هلا، طبعا الولد عم يولد قدامه نت، قدامه موبايل، قدامه برامج، قدامه أجهزة. هلا أنا بعده عنا حالة خطأ أنا لازم وظفها لصالح هذا الطفل، تمام؟ إنه هو بجميع الأحوال عم يستعملها، عم يستعملها. طبعا برياض الأطفال نحن عنا بمدارسنا طبعا نستخدم تكنولوجيات، طفل عم يتعامل مع التقنيات احيانا الحاسوبيه طبعا ضمن الامكان، يعني طبعا عم يبدعوا الاطفال بهذا الموضوع. لما نحكي عن المنافسه اليوم بين رود الاطفال الخاصه او طبعا الجهات الحكوميه، دائما بتكون الانظار كمان غير الوسائل التعليميه موجهه للكوادر التدريسيه اللي موجوده. خلينا نحكي عن المعايير اللي لازم تكون اليوم بالكوادر، في منهاج معين يتبع هو يعمم على كافه هي يعني هي الدور، كمان كيف بيتم متابعتهم من قبلكم؟ هلا نحن بالنسبه للرياض التابعه لوزاره التربيه بمديرياتها المختلفه، طبعا نحن كان في مسابقه معلمين اختصاص رياض اطفال، طبعا خلينا نحن نحكي بكل صراحه جميع معلمينا في رياض الاطفال نحن بدمشق هم خريجين ما
معلم صف او اختصاص رياض اطفال، اي هم مختصين في التعامل مع الحاله الطفليه ومشاكله والتعامل معه وطرق تدريسه. هلا المدارس الخاصه طبعا يعني يختلف احيانا من هو الذي يدرس في رياض الاطفال. هلا الحاله التنافسيه ما امكننا نحن ان نحط حاله مقارنه كوننا لا يوجد روائز بهذا الموضوع. يعني انا مثلا قد اكون مدرسه روضه العامه لا يوجد فيها وسيله نقل، مدرسه الخاصه فيها وسيله في نقل. هلا هون ليست تعتبر وسيله يعني جهه مقارنه، تمام؟ هلا الروضات الخاصه قد يكون شكل المقعد يختلف شوي عن شكل المقعد في روضاتنا العامه، كمان برجع بقول هذه ليست للمقارنه، اما كمناهج مناهج موحده ما بين الرياض الخاصه والرياض العامه. تمام، يعني حتى الكوادر هن نفسهم ممكن يكونوا هون ويكونوا هون. اليوم المدارس الخاصه بشكل عام، ان كانت من حضانه، ان كانت من روضه، ان كانت من ابتدائيه وثانويه، هي صارت يعني شئنا ام ابينا من يعني من امورنا الحياتيه الهامه، والناس يمكن كثير عم توجه لهون ولهون، ولكن دائما بنقول انه مدارسنا العامه هي احسن، بعيدا عن الرفاهيات الزايده يلي نحن ما نقدها، يلي نحن عم نمر بظروف صعبه. اليوم قديش مهم نركز على الاخلاق بموادنا، قديش مهم نركز على التربيه بموادنا، قديش مهم انه نبتعد بقى عن انه يعني ممكن نحط ابننا بمدرسه خاصه ونحن ما قدرانين نطعميه، هي بس حاله مثل ما ذكرت استاذي من البروزه، او انه انا مواكب مثل جارتي او مثل رفيقتي. خلينا نحكي اليوم عن الاخلاق، الانشاء النفسي يلي الطفل اليوم شوي عنده عدم توازن بسبب الحرب، بسبب الظروف، بسبب الاوضاع، ان كانت بالعامه ولا بالخاصه. اليوم نحن كتربيه قديش عم نركز على هذا الشق؟ هلا نحن بالنسبه لوزاره التربيه الشق بما يتعلق بالتربوي نحن عم نشتغل عليه. هلا نحن بالنسبه للتعلم الوجداني صار جزء من البنيه التدريسيه بمناهجنا، حتى وصلنا للمرحله الثانويه بمفهوم التعلم الوجداني. طبعا التعلم الوجداني اللي هو بيزرع عنا الاحترام، حب الوالد، حب الاهل، حب المكان، التمسك بالمكان. طبعا التمسك بالمكان يبدا من الاسره وينتهي بالوطن. حاله المواطنه، الحاله الوجدانيه بالنسبه للعلاقات ما بين الاخر والعلاقه مع الاخر. طبعا مناهجنا زاخره بهذا الموضوع، ولكن هي التربيه هي حاله مجتمعيه مرتبط فيها الاهل، قناعات الاهل، البيئه، النوادي، المنظمات والمدرسه. احنا دائما بنقولها اي طفل سيء هو ناتج خطا موجود احد الثلاث، اما البيئه واما المدرسه واما المكان اللي بيكون هو موجود فيه. يعني الولد لا يولد من بطن امه سيء، انما قد يكون في شيء خاطئ بهذا الموضوع. بالموضوع دائما احنا بنقول للاهل دائما خليكم شركاء لنا في عمليه التربيه والحاله الاخلاقيه والوجدانيه للطفل. يعني لا تحسس ابنك انه الاستاذ بلحظه من اللحظات هو سيء، قد يخطئ الاستاذ برده فعله، ولكن هذا لا يعني ان المدرس سيء. وانا احيانا بجي انهال بالشتائم على المدرس امام ابني، فانا هون فقدنا حاله احتراميه ما بين المدرس وما بين الطالب. يعني احيانا كثير بنشوف عند الاهل انه انا بكره رايح على المدرسه لاعمل وساوي وكذا، لا ما بصير هذا الحكي، تمام؟ حتى لو كنت انت في عندك حاله انزعاج من الاخر، تمام؟ لا تظهر قدام ابنك، لا تحكي على المدرس قدام ابنك، لا تحكي على اخوك قدام ابنك، لا تحكي على ابوك قدام ابنك، لا تحكي على جارك قدام ابنك، تمام؟ حتى ما يفقد حاله الاحترام ما بين الطفل وما بين الكبير. تمام. بسؤال ختامي ولو سريعا، خلينا نحكي اليوم كيف بتقيموا واقع رياض الاطفال؟ اذا في خطوات اليوم رح يتم العمل عليها اكثر لنهوض اكثر بواقع فينا نقول هي الفئه او هي الروضات. هلا نحن دائما في حاله متابعه، دائما القرارات الوزاريه تتابع تفعيل وتنشيط. في شيء جديد رح يكون قريبا؟ رياض الاطفال طبعا دائما في مركز تطوير المناهج دائما يعمل على ايجاد اشياء جديده بالنسبه للمدارس
رياض الأطفال وتطويرها ومواكبتها. المركز الإقليمي للطفولة المبكرة له نشاطات كبيرة بهذا الموضوع. يعني بالنسبة يعني ونزعم أن رياضنا إن شاء الله بخير وتحاول أن يكون مخرجاتها بشكل ممتاز. نعم إن شاء الله، يعني نتمنى دائما أطفالنا يعيشوا مرحلة طفولة صحيحة ويتعلموا كل شيء صحيح، وهيك يكون في توازن بشخصيتهم ويكون في تعاون بين المدرسة وبين الأهل. شكرا كثير لك أستاذ، شكرا كثير لمديرية التربية بدمشق أيضا يلي عم تسعى دائما لحتى بناء جيل يكون واعي وقد حاله، وجيلنا يلي نحن ناطرينه يبني سوريا. شكرا كثير لك. أهلا وسهلا. ميرسي. ورجعنا لنبدأ حديثنا مع ضيفتنا لليوم الدكتورة بشرى مغرقوني، دكتورة في علم الاجتماع، ورح نحكي اليوم عن ظاهرة التنمر المدرسي. يسعد صباحك عن جديد وأهلا وسهلا فيكي. يسعد صباحك. لما نحكي عن فئة التنمر أو موضوع التنمر بنفكر أنه هذا الموضوع مرتبط بالكبار فقط، خلينا نحكي بداية نعرف شو بيفرق التنمر عن التنمر المدرسي. هلا في البداية، ظاهرة التنمر هي ظاهرة قديمة حديثة منتشرة بكل المجتمعات على كافة الأصعدة، بيئة العمل، بيئة المدرسة، جماعة الرفاق، وسائل التواصل الاجتماعي، لكن بيئة المدرسة خصوصيتها والكثافة اللي موجودة بالمدرسة هي اللي بتخلي تكون بيئة خصبة لممارسة سلوك التنمر. التنمر المدرسي هو عبارة عن حالة انعكاسية إسقاطية لنوع من الخلل النفسي الإدراكي عند الطفل، سببه أحيانا غياب مصادر القوة الشخصية عند الطفل، أو ممكن مصادر الثقة بالنفس، أو عدم القدرة على التحكم وضبط الذات عند التعرض لأي سلوك عدواني. تحدث هي ترتكز على ثلاث عناصر أساسية، هناك مستقوي عليه سلوك متكرر والإيذاء. يقوم المتنمر باختيار ضحيته أقل قوة منه، تكون لديها عيب أو صفة معينة تميزها عن غيرها من زملائه في المدرسة، يلاحقها باستمرار، لا يتعاطف معها، يحاول أذيته سواء في باحة المدرسة، في الغرفة الصفية. القدرة على ممارسة التنمر المدرسي أكبر من القدرة من ممارسة التنمر في المجالات الأخرى. تمام. يعني هلأ نحن هيك بس شوي خلينا نسهل الموضوع بين الناس ونحكي نحن كيف فينا بالبيت ما نقرب على شيء اسمه نقد، شيء اسمه كلمات مو بمحلها، ان كان للطفل، ان كان من قبل الاب للام والام للاب، او ان كانت للاطفال، او ان كانت حتى الدائره الابعد يمكن بالجو المحيط بالطفل. هون انشاء هذا الطفل حتى هو اول شيء دافع عن حاله اذا حدا تنمر عليه، ثاني شيء انه هو ما يتنمر على حدا. باعتبار ان التنمر هناك عبارة عن ميزان متنمر وضحية، فالعلاج يبدأ بالتنمر والضحية. الأسباب كما تفضلت، الأسباب الأسرية هي الأسباب الأساسية، التنشئة الأسرية في المنزل هي الأساسية لعدم إنشاء طفل متنمر أو طفل ضحية تنمر. عندما ينحدر الطالب من بيئة أسرية تعاني من تسلط الأب على الأم، أو تعاني من خلافات أسرية كبيرة، أو مشاكل أسرية بين الأب والأم، العنف بين الأخوة، التدليل، أو مثلا في جانب آخر التحصين المفرط للطفل والتدليل المفرط للطفل، يؤدي إلى وضعه إما ضحية تنمر أو متنمر حسب طريقة التنشئة الأسرية. ينعكس هذا السلوك كله في المدرسة، عندما يتعرض للعنف والتسلط في المنزل ولا يستطيع رد هذا العنف للأب أو الأم، يمارسه على زملائه. عدم ابعاد الاطفال عن الخلافات الاسريه، محاوله ان يكون الطفل بعيد جدا عن الخلافات بين الاب والام. بهذه الفتره تراجع دور الاب والام في التربيه، السبب هو الانشغال لفترات طويله خارج المنزل في العمل لتامين متطلبات الحياه، عدم التواصل بشكل مباشر مع الطفل. انا لاحمي
طفلي من التنمر ضمن المدرسي أبدأ من المنزل، أعزز ثقته في نفسه، أركز على مصادر قوته، أنمي المهارات الحياتية لديه. عندما أجد أن طفلي ضحية تنمر، هناك علامات تدل على التنمر لدى الأطفال. أحد هذه العلامات حسب إذا كان التنمر جسدي، ألاحظ كدمات على الجسد، تمزيق في الملابس، ممكن أن يكون التنمر لفظي، قلق، توتر، انسحاب من الأنشطة الاجتماعية، من مجموعات اللعب. كلها دلالات تدل الأسرة على أن هذا الطفل يتعرض لسلوك التنمر في المدرسة. ممكن عدم الرغبة في الذهاب إلى المدرسة، تصبح بيئة المدرسة بيئة غير آمنة، غير محببة للطفل، ينسحب منها تدريجيا، يتراجع تحصيله الدراسي. هنا أنا لاحظت العلامات على الطفل على أنه ضحية تنمر. أبدأ بالدعم النفسي، الدعم النفسي للطفل، أركز على مصادر قوته، أمدح الطفل قبل النوم، أثناء النهار، في أي سلوك مهما كان بسيط في المنزل، أستطيع أن أمدح طفلي وأعزز ثقته بنفسه. ممكن أن أشاركه بنشاطات ومهارات ضمن المنزل تساعده على الدفاع على النفس، لا أعلمه رد الإساءة بالإساءة لأنني أجعل من طفلي متنمر في المستقبل، لا أكون متنمرة حتى لا أنشئ طفل متنمر. هذا إذا كان ضحية التنمر. أما إذا كان الطفل متنمر، سلوك التنمر هو سلوك مكتسب، لا يخلق الطفل عدواني ولا يخلق الطفل متنمر، يكتسبه بالممارسة أثناء التنشئة الأسرية وأثناء التنشئة أيضا في المدرسة، بجماعات الأقران، الإنترنت، التواصل الاجتماعي، كل هذا ينشئ طفل متنمر. هذا لا يعني أنه ليس ضحية. الطفل المتنمر أيضا هو ضحية ظروف أسرية، ظروف اجتماعية، عائلية مرت به، أدت به لأن يصل إلى هذه الحال ويصبح متنمر. هنا التواصل مع المدرسة، التواصل مع المرشد المدرسي، وضع خطة إرشادية علاجية أستطيع من خلالها أن أحل المشكلة بتجنب العقاب. هناك دراسة إحصائية تقول أن 92% من المدارس في العالم، لا أخصص مدارس السورية، العقاب بدني، المتنمر يلاقي العقاب البدني عندما يمارس السلوك. هذا بالنسبة لي كأخصائية اجتماعية لا أفضل العقاب البدني، هناك تدرج في العقوبات، هناك تواصل مباشر مع الطفل، أحاول أن أعرف ما هي الأسباب التي أدت به لكي يكون متنمر. قد يكون لفت للانتباه، قد يكون نوع من العدائية المبطنة في الداخل فيسقطها على الآخرين. عندما أعرف السبب أجد الحل للمشكلة. التدرج في العقابات، مثلا سحب الامتيازات منه، عزله عن النشاط الذي يرغب به في المدرسة، حتى لا أصل إلى أحاول أن أجد الحل من دون أن أصل إلى العقاب البدني للطفل. حضرتك قمت ببحث، وأكيد نحن أهمية هاي البحوث بتكون أنها مطبقة على المجتمع السوري، بتعطينا نتائج. خلينا نحكي عن أبرز النتائج توصلتي فيها من خلال بحثك، ونصائح ممكن توجهيها اليوم للأهل بما يخص موضوع التنمر المدرسي. البحث هو كان عبارة عن أطروحة الدكتوراه تم تطبيقها بمدارس دمشق ومدارس اللاذقية، كان العدد كبير جدا حتى نصل للتعميم. التنمر في مدارس دمشق جاء مرتفع أكثر من التنمر في مدارس اللاذقية، هذه أكثر نتيجة كانت ظاهرة وواضحة في البحث وكان لها مؤشرات ودلالات. عدم الاستقرار الاجتماعي في هذه المدارس، الانتقال، الهجرة التي حدثت نتيجة الحرب التي حلت على سوريا في السنوات الأخيرة، كان من أحد مفرزاتها الهجرة من المناطق الشرقية، الاندماج في هذه المدارس، اختلاف القيم والعادات والتقاليد، اختلاف اللهجات، جعلت هؤلاء الأطفال مصيدة للتنمر. الأطروحة كانت عبارة عن دور للمهارات الاجتماعية في إبعاد الطفل أو إكسابه المهارة حتى لا يكون متنمر ولا ضحية تنمر. في النتائج ظهرت لدي مهارة توكيد الذات أخذت النسبة الأكبر في إكسابها للطفل حتى يصبح شخص سوي، لا يمارس سلوكات لا توافقية، يندمج في المدرسة بطريقة إيجابية. توكيد ذات طبعا متوسط، لا عالي ولا منخفض. عندما يكون توكيد الذات مرتفع لدى الطفل يصبح عدواني، عندما يكون منخفض يصبح متنمر. نعم، كثير ركزنا على موضوع أنه الأهل كيف فيهم يحكوا أولادهم والأولاد شو عقوبتهم والأولاد كيف فينا نعالجهم وهيك، ولكن خلينا بس هيك بالختام نحكي على الكوادر التدريسية. ممكن كثير كمان تتنمر على الأطفال، وهذا الشيء هو ينزرع جواتهم أو يشكل عندهم حالة وحاجز بشع. اليوم ضمن كوادرنا نحن كيف فينا نحمي أولادنا أنه أنت معناك شاطر، رجع لورا، أنت عود ورا، أنت كسلان، أنت طلع برات الصف. يعني في حالات كتير عم يتنمروا الكوادر التدريسية على الأطفال. صح،
كيف في الطفل يصد وما يتأثر نفسيا؟ كيف فينا نساعده؟ حسب المرحلة العمرية يستطيع الطفل التصدي. أرجع وأقول الأهل عندما يوصون الطفل بالحديث كل ما يحصل معه بالمدرسة للأم، هذه صلة التواصل بين الأم والطفل تسهم في الحد من هذه السلوكات. عندما يخبرني أن المدرسة تحدثت معه بألفاظ نابية أو قامت بالتنمر عليه بطريقة معينة، هنا التواصل مع المدرسة ضروري. لكن الكوادر التدريسية أو المدرسة، بيئة المدرسة، الإدارة المدرسية، هناك سلطات مختلفة. قد تكون سلطة دكتاتورية تعامل متبعة أسلوب العنف والعقاب البدني والعصا لمن عصى، فتنشئ جيل عنيف متنمر فيما بينهم البين. لكن هنا لابد من تفعيل دور المرشد المدرسي في المدرسة، سواء بالمرشد الاجتماعي في الحلقة الأولى والمرشد النفسي في الحلقة الثانية، من خلال البرامج الإرشادية، حصص التوجيه الجمعي، لقاء أو اجتماع في بداية العام الدراسي مع الكادر الإداري والتدريسي، توجيههم لكيفية التعامل مع المرحلة العمرية التي هم مدرسين فيها، سواء كانت مرحلة المراهقة أو مرحلة الطفولة المبكرة. التعويل الأكبر على دور المرشد المدرسي في وضع الخطط الإرشادية والبرامج الإرشادية للحد من هذه السلوكيات في المدارس. والحوار بين الأبناء والأهل هو أهم شيء. تماماً. شكرا كثير لك دكتورة، شرفتينا. تسلموا الله يخليك. دكتورة بشرى مغرقوني، دكتورة في علم النفس، شكرا كثير لوجودك معنا. أهلا وسهلا، شكرا. أما هلأ خلونا ننتقل أيضا لمساحة جديدة من مساحات صباحنا غير، وأفكار بسيطة صارت مدرة للدخل وداعمة للعائلات. تفاصيل مشروع صغير رح نتعرف عليه مع مراسلنا محي الدين فهد. السيدة أم نوراس فقدت ابنها وزوجها خلال الحرب، تركت منزلها في حلب واستقرت في قرية الكافات بريف مدينة السلمية الغربي، فكانت المعيلة لأسرتها من خلال عملها في حياكة الصوف ليكون مصدر رزق لها ولأسرتها. أنا هي مهنة كتير غالية علي، كتير بحبها، هي هوايتي. يعني كل واحد بحب شيء، أنا بحب شغل الصوف، يعني بلاقي في متعة كتير حلوة، وبنفس الوقت في مردود. يعني هلأ مثلا أنا نزحت وكتير يعني غطى علي شوي الشغل، إنه طلبات الحمد لله وبالمجلس الأعلى، يعني مصروف إلي ولولادي، مردود علي وعولادي الحمد لله. بنصح لك أي مرة بالعالم إنه قاعدة أنت في بيتك ما عندك شغل برا، اشتغلي بأي شيء في بيتك، فيدي حالك فيدي ولادك فيدي بيتك. أما العم أبو ماجد فكان له أيضا مشروعه الخاص الذي يتناسب مع طبيعة البيئة الريفية التي يعيش فيها من خلال تربيته للأبقار لإنتاج الحليب ومشتقاته من الأجبان والألبان. هذا المشروع هو كونه صغير شوي، لكن الحمد لله يعني بدأنا فيه من أكثر من 20 سنة أو 30 سنة، أنا وزوجتي نشتغل بهالمصلحة الأبقار، ونبدأ بعمل ترويب اللبن والقريشة والزبدة والأجبان، نكفي حاجتنا وحاجة أهل القرية، ونصدر، نحاول أن نصدر لبرا. فكانت زوجته إلى جانبه في مشروعه لتقديم الدعم له ومساندته في الظروف الاقتصادية والمعيشية. عم نساعد أنا وزوجي، ولأهميته يعني عم تفيدنا، يعني مسابرين فيه، عانينا بالأول شوي، بعدين هلق الحمد لله رب العالمين مشى الحال، عم نستفاد منه، عم ناخد حاجتنا وحاجة القرية، وعم لبرا يعني مثلا حد يبده لمنطقة سلمية منعطيها. رسالتي لكل إنساني محتاجة تقضى مع أي عمل، حتى لو عانت فيه بالأول بعدين ترتاح. مشاريع مختلفة تشكل مصدر دخل وتساعد على خلق فرص عمل مع توفر سبل العيش الكريمة. محي الدين فهد للإخبارية السورية، ريفي حما. وبفقرتنا الختامية لليوم، ما فينا نختم صباحنا قبل ما نحكي عن الجمال والاهتمام بالبشرة يلي هي يمكن بتعطي الثقة بالنفس. كيف فينا نحافظ على بشرتنا بالتغير المناخي، وكيف فيها تكون بشرتنا أكثر صحية؟ صحيح ليا، رح نحكي أكثر
تأثير الفصول اليوم وتقلب حالات الطقس كيف ممكن ينعكس بشكل سلبي على البشرة، وشو النصائح اللي ممكن ناخذها بهذا الموضوع؟ وأكيد بيسعدنا نرحب بالدكتورة هلا الحوش اختصاصية تجميل. يسعد صباحك. يسعد صباحكم وصباح كل اللي عم بيشوفنا اليوم. صباح الخير. صباح الخير. يعني بالبداية مع تغيير الـ يعني الفصل ومع تغيير الطقس مع كترة الأكل مع كترة النوم كل شيء كتير بهذا الفصل بتحسي خلينا نحكي كيف فينا نحن كتير نهتم ببشرتنا هلا بداية خاصة بعد الصيف والشمس والبرونزات. أكيد هلا مثل ما تفضلتي وحكيتي هلا بداية مع تغيير الطقس وانتقالنا نحن هلا من الصيف للخريف للشتاء، فهالتغير بدرجة حرارة الجو وقلة التعرض للشمس، تغيير الرطوبة، بتصير درجات الحرارة أقل، فبيحاول الجسم بأعضائه المختلفة كلها وبما فيها بشكل خاص الجلد والملحقات لحتى يتأقلم مع تبدل درجة الحرارة والرطوبة، فبتظهر احيانا بعض التاثيرات السلبيه نتيجه تغيير الحراره، فبده يحاول مثلا انه يتاقلم معها. فاول شيء مثلا احنا بنلاحظ انه بشرتنا صارت جافه اكثر، بده يحاول الجلد انه دائما يخزن مي اكثر حتى ما يصير جفاف اقوى واقوى. معظم الصبايا بلاحظوا انه هلا بشرتهم صارت باهته جافه، صار عندهم تشقق بالشفتين بالايدين بالرجلين طبعا بالجسم كله، حتى بعض المرضى بيراجعونا بيقولوا لنا انه نحن هلا ونحن عم نبدل ثيابنا بنلاقي صار عندنا مثل وسوف بيضاء صارت على الثياب، هذا نتيجه هالجفاف الشديد. احيانا الجفاف بيتطور فبيوصل بمراحل متطوره انه تصير عندنا نحن بقع حمراء، بتصير عليها شويه وسوف او قشور، بنشوف نحن تشقق بالشفتين مثل ما حكينا، حتى فروه الراس. كثير من المرضى بيشتكوا من قشره، تساقط اشعار، الامراض الجلديه كمان هلا على تبدل الطقس وتغير الهرمونات والمناعه بتتحرض كثير من الامراض الجلديه، الاكزيما بانواعها مثل الاكزيما الدهنيه، بعض الامراض الفيروسيه بتلاقي مثلا كثير ناس بيشتكوا انه هلا انا على الخريف صار يطلع لي مثلا تقبيل سخونه او الحلق البسيط، زنار النار مثلا، بعض الامراض الفيروسيه او حتى الطفوح الفيروسيه اللي بتصير عند الاطفال، كلها هلا بتتحرض مع تبدل الطقس. طيب خلينا يعني بعجقه المنتجات اللي بتهتم بالتجميل ومراكز التجميل، دائما هيك في سلوجن بيقولوا انه تمتعي ببشره صحيه ومثاليه، خلينا نعرف شو مواصفات هي البشره يلي بتكون يعني ظهور بعض الحبوب هي حاله طبيعيه ولا لا لازم تكون مثل ما بنقول هيك بالمصطلح العامي انه البشره مثل المرايه يعني ما فيها ولا اي حبه صغيره. هلا شو هي طبيعيا يعني بشكل كثير منطقي انه شو هي مواصفات البشره الصحيه اللي هلا يعني؟ البشره الصحيه هي البشره الخاليه من العيوب نحن بنقولها او الشوائب، اللي هي مثلا التصبغات بانواعها، الكلف، النمش، حب الشباب، الزيوان، المسام الواسعه او الشعرانيه، يعني لما بتكون البشره خاليه من خلينا نقول العوامل الواضحه او هالشوائب او الاشياء اللي بتكون دائما واضحه للعين او حتى التجاعيد اللي كثير عميقه، فهي هي البشره اللي بشكل عام صحيه. هلا ما في بشره مثل ما انت بتشوفيها مثلا بصوره او بفلتر رح تكون تماما ما في تباين لوني صافيه بالبيئه، اجباري عند معظم الناس او 90% الا ما يكون مثلا المناطق المعرضه اكثر للشمس هي اغمق من باقي المناطق، المسامات الكثير بسيطه اللي بتكون موجوده، هذا الشيء كمان كثير طبيعي. يعني دكتور هذا عم نحكي انه هي طبيعي تكون هي المظاهر ولكن بنسبه معينه، بنسبه معينه متوسطه او قليله يعني. تماما، اما لما بتصير كثير واضحه او مثلا الزيوان بصير بتحول مثلا لحطاطات التهابيه يعني حمراء او راسه فيها قيح، عقيدات، يعني لما بتصير المشاكل اكثر وضوح، البقع بتصير كثير واضحه، هون بقى نحن دخلنا بمشكله مرضيه وصار بقى بدنا نبلش نعالجها. تمام، يعني دكتورة خلينا كمان نحكي عن الاهتمام بالبشرة بالصيف، كتير في أنواع عديدة من الفواكه، لازم نحن ندلل بشرتنا بأنه ناكل فواكه طبعاً. ناكل خضار طبعاً. وبلدنا غنية بالفواكه والخضار يلي طبعاً. هي فيها فيتامينز لبشرتنا وهي بتجدد الخلايا بتجدد بتعطي نضارة أيضاً للبشرة. اليوم يمكن هيك خفوا شوي الفواكه، كيف فينا نحن نستعيد عنهم؟ هلا اجباري مثل ما حكيتي الغذاء الصحي والمتوازن، شرب المي، الغذاء الغني الكثير بمضادات الاكسده والفيتامينز،
كثير ضروري لصحة كل جسمنا وبشكل خاص الجلد. هلأ فينا كمان نعتمد على المتممات الغذائية أو الفيتامينز اللي كثير غنية بالبيوتين، البي 12، الكولاجين، فيتامين سي، كمان هي كثير منيحة، الزنك كثير منيحة لصحة الجلد، الشعر، الأظافر، إضافة لروتين العناية اليومية اللي بيستخدموه الصبايا من استخدام لواقيات الشمس، كريمات الترطيب، سيرومات. بنركز كثير هلا بالشتاء على السيرومات الغنية بفيتامين سي، مضاد اكسده، بيوحد لون البشره، بنشط كولاجين جديد، بخفف التجاعيد. فمثل ما حكينا انه روتين العنايه اليوميه، الغسولات، التونيك كثير مهمه انه تضل بشرتنا نضره، وخاصه هلا بالشتاء والجفاف، وكثير من الصبايا بيستخدموا مقشرات، ببلشوا هلا يقشروا مشان يتخلصوا من البقع، من المسامات اللي تركهم الصيف والتعرض للشمس، بيستخدموا كثير ريتينول او احماض الفواكه. فكمان هون لازم تكون طريقه كثير مدروسه، وبنركز كثير على المرطبات خلال الشتاء. طيب خلينا نحكي عن نصائح اليوم هيك بتفيد كل السيدات على اختلاف انواع البشره، يعني مثلا نحكي البشره العاديه يستخدموا هيك، خلينا نحكي هلا كونه اكثر مشكله بفصل الخريف هي الجفاف. الجفاف. خلينا نحكي عن ترطيب البشره لكل نوع من انواع البشره. هلا كل نوع من انواع البشره في لهم برودكت خاصه فيهم. هلا البشرات مثلا نحن غالبا بالصيف كلياتنا كنا نحاول انه نستخدم سكين كير، لانه بنعرق كثير، بنشوب كثير، البشره كثير بتصير اويلي، حتى اللي بشرتهم جافه بالصيف بحسوها انه هي عم تعرق، عم بتزيت اكثر. فكنا نستخدم نحن الشيء اللي هو ليكويد اكثر، سائل اكثر، او جيل ما نسميك. هلا بالشتاء بالعكس لازم نستخدم نحن المرطبات اللي هي اسمك، لحتى لانه الجفاف بيكون صار اشد، بتكون غنيه مثلا فيتامين اي، هايرونيك اسيد، السيراميد، في طيف واسع من المرطبات. يعني خلينا نحن نكثفها، نستخدمها مرتين صباحا مساء، نخفف كثير مثل ما حكينا من الغسولات اللي ممكن انه تنشف. يعني حتى لو كانت بشرتنا دهنيه، نحن هلا على الخريف والشتاء ما بدنا نجففها اكثر، بنخفف من الغسولات اللي كثير بتجفف، يعني كثير بتجفف لنا وشنا. ومثل ما حكينا انه استخدام المقشرات مو غلط، بس دائما المقشر مثلا يستخدم حسب نوع البشره، اذا كانت زي دهنيه بتتحمل انه انت تحطي مقشر كل يوم، بس اذا كانت جافه او مختلطه لا، بدنا مثلا نستخدمه مرتين بالاسبوع، والايام الباقيه نحن نكثر كثير من الترطيب. نعم، يعني دائما نحن بنحكي عن الاقاويل بين الجيران، عن النصائح بين الجيران، بين الرفقات، انا استفدت على هذا الدواء خدي جربي، ولكن يعني هي اكيد هي من يعني من اكثر القصص الغلط يلي نحن بنرتكبها بحياتنا، لانه كل بشره لها شيء بناسبها. ولكن خلينا هيك نحكي عن التركيبات يلي هلا عم نشوفهم بالسوق، الشيا مع البذور ما بعرف شو، هي للكلف، هي للجفاف، حطي منها على بشرتك، كمان هدول التراكيب هلا هي اوكي طبيعيه، ولكن قد ايه مدى مضاره وقد ايه ممكن هي تفيد بشرتي ولا لا؟ يعني ليش نحن دائما بنروح لحدا يعني بعيدا عن الاختصاص، ليش نحن ما بنركز على بنروح عند دكتور، بنروح عند دكتوره لحتى ينصحونا شو بيناسب بشرتنا؟ هلا مثل ما تفضلتي وحكيتي انه معظم هلا الناس مثلا عم تفتح انه السوشيال ميديا وبتقرا خلطات كثير ووصفات كثير، وفي منها موجوده بالبيوت. يعني في كثير انا بسمع ناس مثلا بتقول لك انا حطيت ليمون على وشي، ما بيعرفوا انه مثلا الليمون هو محسس ضيائي، انه ممكن هو يترك لها بعد فتره بقع او تصبغات، رح تفوت بسلسله طويله من العلاجات حتى تتخلص منها. او مثلا بتقول لك انه انا حطيت بطاطا او خيار او حتى افوكا او شيء من الموجود متواجد عندهم بالبيت بيعملوا خلطات، بس مو دائما هي الكريمات بتناسب كل البشرات. كل بشره الى نوع معين. اوكي ممكن مثلا الخيار يعطيك ترطيب بناسب بشرتك اذا كانت جافه، بس الكريمات اللي بتجي خالصه اكيد هي مدروسه اكثر، تراكيز المواد اللي بتكون موجوده فيها ابدا ما لها سايد افكت، بيكون في مضافات اخرى لهالمنتج يقدر انه يعزز تكوين الكولاجين، يخفف لك تجاعيد، بيكون مثلا غنيه بالاربوتان، يعني مواد كمان تخفف لك التصبغات او الريتينول او احماض الفواكه، يعني تشتغل على البشره على المدى البعيد من دون ما تترك هي التاثيرات الجانبيه اللي ممكن نحن هالخلطات هي المنزليه او اللي عم تطبقها السيده مثل ما هي بدها تعمل لها اذى، تشوفه هي على المدى البعيد.
ذكرتي خلال حديثك موضوع التقشير والتقشير المنزلي، في عدد معين من التقشير يعني او مده زمنيه لازم السيده ما تطلع اكثر او ما تستمر بعمليه التقشير، خصوصا نحن نعرف فصل الشتاء انه خلص تاخذ راحتها، بتقول ماني عم بطلع بالشمس ودائما الجو بيكون غائم. خلينا نحكي عن الفتره الزمنيه لموضوع التقشير، وخصوصا اللي بيكون هو تقشير بسيط يعني بمرهم معين او كريم معين او حتى بالبيت. هلأ التقشير اللي بيستخدموه السيدات بالبيت يعني كريمات بيشتروهن وبيطبقون، في أنواع كتير متعددة، أحماض الفواكه بأشكالها وسلسليك أسد والريتينول، كل نوع بشرة بدها تبلش السيدة أول شيء بتراكيز كتير خفيفة، بعدين نحن بنزيدها تدريجيا. كيف استخدامهم هدول؟ المسا حصرا ما بنطلع فيهم أبدا بالنهار مشان وشمس الشتاء هي اكيد الشمس مؤذيه بكل فصول السنه. وللاسف انه الغلط الشائع بين السيدات انه نحن ما بنستخدم واقي شمس الا بالصيف، بالشتاء بيهملوه تماما. فمشان هيك هن بيشوفوا هالتاثيرات السلبيه للشمس بفكروا انه نحن بالشتاء ابدا هي الشمس مانا مضره، لا هي لها تاثيرات سيئه بالشتاء مثل الصيف. فنحن دائما انه بنقول للسيده انه ضروري واقي الشمس بالشتاء، فيك تخففي شوي الاس بي اف تبعه عامل حمايه 15 30 50 ما في مشكله، بس ضروري كل يوم يكون من روتين العنايه اليوميه ويتجدد كل ساعتين، خاصه الناس اللي بيطلعوا من البيت فتره كثير طويله. بنرجع بنحكي مشان المقشرات انه هن مساء حصرا بينحط من بعد دائما نحن عن العين والشفاف، يعني هون تكون الاغشيه كثير رقيقه وحساسه. الصبح المفروض انه المريضه تغسله وتحط واقي شمس، اليوم الثاني يعني اذا اليوم حطيتي مقشر ثاني يوم المساء ضروري تحط مرطب، خاصة إذا كانت بشرتها جافة أو مختلطة، لأنه كل ما قشرتي أكثر بتجف بشرتك أكثر وأنت بتعرضيها للمشاكل على المدى البعيد، بصير فيها تجاعيد أكثر، تصبغات أكثر، بصير حساسة ضيائياً أكثر. فالترطيب كثير ضروري مع استخدام المقشر. طبعا نحن باشهر الشتاء يعني شهر 10 11 12 برايي انه كافيه، وحتى انا مثلا لمرضاي بقول لهم من اخر شهر 10 بلشوا بالمقشر، لانه نحن هون الشمس ببلادنا بتضل اخر 10 بعدها حاده، وشهرين كافيه لتعمل ترميم للجلد. مو يوميا اكيد، مرتين او ثلاثه حسب نوع البشره، اذا كانت دهنيه بتتحمل، اما اذا كانت جافه او مختلطه انا بفضل انه بس مرتين بالاسبوع. تمام دكتوره هلا نحن كثير بدنا نتشكرك وشكرا على المعلومات اللي قدمتي لنا اياها، اجت بوقتها والتساؤلات الكثيره اللي عم يسالوها الصبايا اكيد حاولنا اليوم انه نجاوب على معظمها. شكرا كثير لك. شكرا لكم وسعد صباحكم. صباحك دكتوره هلا الحوش اختصاصيه تجميل، شكرا لوجودك معنا. اما هلا ليوصلنا لختام صباحنا غير، يا رب بقيه هذا اليوم تحملكم كل الخير وراحه البال والرزق الكثير، والسوريين وين ما كانوا يكونوا بالف الف خير، ونهارك سعيد يا ليا. نهارك سعيد نرمين، وانا بدي اتمنى اكيد كل الصحه والسلامه وتحققوا كل شيء انتم حاطينه قدامكم يا رب بهذا اليوم والايام الجايه. تضلوا بخير، باي 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 باي.